بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سنتمنى الحبابي يلقاكم هذا الفيديو وانتم في أحسن الأحوال. إذا بغينا اليوم نديروا واحد التسخير اللي غادي يعاوننا على بزاف الأبواب. عندنا أبواب مسكرة، عندنا أبواب مسدودة، دائما أي باب دقيت عليه تلقى نفور، تلقى مشاكل، لأن التعليقات هي باش ناخدو الوصفة. اذا الناس اللي عندهم المشاكل ديال الزواج او المشاكل ديال العمل او مشاكل ديال الحظ، تيكونوا الناس غير محظوظين، لا مع عائلتهم ما عندهمش التسخير. هذاك التسخير تيكونوا عندهم اما سحر قديم، تيكون عندهم سحر قديم او جديد، وتيولي لهم نفور، تيولي عندهم واحد العارض تيدير لهم نفور. اذا تيمشيو لاي بلاصه تيكونوا غير مقبولين. اذا هذوك الناس اللي تيكونوا غير مقبولين يحاولوا يشتغلوا على نفوسهم، يغسلوا بالماء والملح والعرعر مطبوخين بدون قراءه، يحاولوا يدخلوا يدوشوا يوم الجمعه او يوم الخميس او يوم السبت او يوم الاثنين حتى الاربعاء، يحيدوا الطاقه السلبيه هي التابعه. اذا بغينا اليوم نحطوا واحد التسخير اللي غادي يعطي الناس طاقه ايجابيه، وغادي راجل ولا امراه عنده مشاكل في العمل يدير هذا التسخير. البنت عندها مشاكل في الزواج، يلا حطت لي واحد الاخت تعليق قالت لك اي زواج جا او اي زوج او خطيب دق الباب ما يرجعش. اذا تيكون عندك المس اللي موقف لك حالك هو اللي تيطرد لك الخطاب، او ما تسكونيش محصنه من هذاك العارض، وتيدير تيتشكل لك على الوجه ديالك وتيعطيك الخيوبه. اذا هنا غادي تخدمي بالرقيه الشرعيه، غادي تخدمي بماء القران تشربيه، غادي تغتسلي باوراق السدر والماء المقري، الماء المقري عليه الرقيه، وتعومي الغرفه ديالك، تعومي في الغرفه ديالك وتحاولي تجمعي هذاك الماء، هذاك الماء تجمعيه وتلوحيه في مكان عاشب. الناس اللي عندهم التعسيرات يغسلوا بماء العرعار مطبوخ مع الملح مع قليل من الخل، ويدخلوا الى الدوش ويعوموا عادي جدا. الى قريتي عليه تحاولي تجمعي هذاك الماء. اذا الوصفه ديالي ديال اليوم هي عباره على العرعار وسرغينه، سرغينه تكون ملونه او تكون خشب، او يكون عندك سرغينه كما كانت. الا ما عندكش سرغينه حاولي ديري غير العرعار، راه كافي. اما السرغينه بغينا نطردوا بها التابعه اللي عندك متبوعه اما بكلام الناس او متبوعه بعقد العين، الحسد، التوابع اللي عندك في الجسد. اذا عندنا البارفان ديالك وعندنا الاوراق الغار، اوراق الغار اللي غادي نكتبوا فيهم الامنيات وغادي نحطوهم على نيه التسخير. بغيتي العمل، بغيتي الزواج، بغيتي السفر، بغيتي قبول مع شخص معين، غادي نكتبها بقلم احمر ونحطها في العرعار وسرغينه. سرغينه تكون ملونه او تكون خشب. تنعاود نكرر من اجلكم باش تفهموني. عندنا العرعار يلي ما تخلي عار، يكون عندكم غير في الجرده، جرده المنزل، الحديقه المنزل، غادي تاخدي منها العرعار، ماشي مشكل انك تشريه او ما تشريه. ولا يكون عندك في البيت قديم غير خدمي به، لانك النيه ابلغ من العمل. اذا غادي ناخذ الريحه، غادي ناخذ الريحه ونرش العرعار على النيه ديال التسخير. نيه التسخير اللي غادي نديروا واحد التسخير بآية من القرآن وصورة من القرآن. اذا تسخير اللي غادي نديروه بحول الله وقوتي على، غادي تبلي هذا العرعار مزيان لانه غادي نشف الظل. اذا درنا الريحه، غادي نحط الحاجة اللي بغيت عمل، غادي نكتب العمل ونحط نحطهم هنا لأنك غادي تقري عليهم. العمل، الزواج، القبول مع شخص معين، عندك سفر، عندك بغيتي تكوني إيجابية في العمل. انت في الاختيار كتبي النوايا ديالك، لأنك غادي تحطي هكا بعد ما تقري عليه واحد الصورة من أقوى الصور. هذيك الصورة اللي غادي تقريها 21 مرة، غتقريها 21 مرة والآية 21 مرة. إذا غادي تقربي الوعاء بعد ما تكوني على وضوء. إلا كنتي ما موضياش، ما كنتيش نقية فيك العادة الشهرية، تحاولي تخليها حتى تكوني نقية. بعد ما غادي تمشي تنامي،
غادي تصلي جوج ركعات وغادي تحضري، تكوني محضره هاد العشوب. غتمشي عند عطار، الا ما عندكش عطار وعندك العرايف في الدار غير خدمي بيه. وسرغينه، سرغينه غير شريوها، راه رائعه في طرد التابعه، اللي تتوقف الحال وتتوقف حال البنت اللي محجوبه على الزواج او محجوبه على العمل او ما تتقدرش تخرج من المنزل، عندها طاقه الخمول ديرها لها المس. اذا حاولوا انكم تشتغلوا على نفوسكم باش تطردوا التوابع وتطردوا العين والحسد والتابعه من الانس والجن. اذا غادي ناخذ هاد المكونات بعد ما رشينا العرعار بالريحه بارفان ديالك، اي بارفان، وغادي للتسخير. غتقراي ان شاء الله سوره القدر 21 مره، وغتقراي هاد الايه 21 مره: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق. هاد الايه من سوره الحج، سبحان الله لها طاقه ايجابيه. سبحان الله، اي حاجه غتجيك من كل فج عميق، زواج، عمل، تسخير. آية حطها في سورة الحج لأنها رائعة في التسخير. حاولوا إن شاء الله بحول الله وقوته تكروها دائما على الماء وتشربوها. الناس اللي باغين التسخير يحاولوا دائما يقراوها باستمرار، صباحا، مساء، ظهرا، لأنها فيها تسخير. إذا وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. إذا يأتوكم خطاب من كل فج عميق، يأتيك عمل من كل فج عميق، يأتيك حظ من كل فج عميق، يأتيك رزقا من كل فج عميق. إذا هاد الآية لتسخير الزواج والعمل والرزق. إذا اللهم يا مسخر الرياح سخر لي رزقي، يا مسخر الرزق والصحة والعافية سخر لي كذا وكذا، يا مسخر الرياح سخر لي رزقي، أو سخر لي عمل، أو سخر لي زواج، أو سخر لي سفر، أو سخر لي رزقي، يا مسخر الرياح سخر لي كذا وكذا. إذا من تكملوا 21 مرة سورة القدر وتنفتوا على هذا المكون، إن شاء الله تكملي الآية 21 مرة، آية من سورة الحج، وغادي تقرأي 7 مرات: يا مسخر الرياح سخر لي كذا وكذا. تقدري الأماني ديالك كلها تحطيها في هذا الوعاء، وانتي آمنة بالله سبحانه وتعالى أنه غادي يسخر لك، لأنك طلبتيه غير بالقرآن الكريم وعشوب من الله سبحانه وتعالى. هاد العشوب غادي ان شاء الله تنشفيهم في الظل بعد ما بللتيها مزيان بالريحه. حاولي انك تبليها مزيان. نحاول انني ونرشت هاد اوراق الامنيات، وغادي بحول الله وقوته غادي نتبخر في اي وقت، 3 ايام في الاسبوع حتى يكتمل هاد البخور، 3 ايام في الأسبوع، مساء، ظهرا، عصرا، عشاء، أي وقت بغيتي تبخري به غادي تبخري. غادي تقول لي هاد الوريقات غادي تجمعيهم، غديري ليهم منديل أبيض وغتحط الوسادة أو تحطيهم ما بين الملابس ديالك، يبقاو دائما حتى يكتمل معاك الأمور وحرقيهم. إذا تقدري تحطيهم تحت الملابس، تقدري تحطيهم داخل الوسادة، حتى ربي سبحانه وتعالى يكمل رجاك، وغادي ان شاء الله تحرقيهم او تخليهم تحت الملابس. اذا الوصفه ديالي تنتمنى انها تعجبكم، وتنتمنى تحطوا لايك وتدعموا القناه وتفعلوا الجرس وتابوناو. ما تنساوش انكم تبخروا 3 ايام متتابعه في اي وقت بغيتوا في الاسبوع، وحتى يكتمل هذا البخور. يقدر ياخذ معكم 4 سيمانات او 5 سيمانات او 3 سيمانات، انتم الاختيار على حسب النوايا ديالكم. ولكن التسخير غادي يكون يبان لكم في اي وقت، يبان لكم من النهار الاول، من النهار الثاني، من النهار الثالث، انتم غادي تشوفوا التسخير الرائع. اذا هذا التسخير مجرب مني انا اللي جربته، وسبحان الله
أعطاني طاقة إيجابية في كل الأمور بحق محمد وآل محمد. الله يسخر لكم ويعاونكم ويعطيكم سؤلكم في كل الأمور بحق محمد وآل محمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.